بص انا هوريكي حاجه كنت عايز اوريك لما تخلص، بس ورايك دلوقتي. حلو قوي، بس ايه ده؟ مطعم الفريدو جديد. بتهزر؟ تحفه يا فريد. بصي، خدت فيلا في المعادي، هنعمل الجنينه بقى المدخل زي ما انت شايفه كده، والمطعم نفسه يبقى على دورين. مبروك. انا متاكده ان انت هيبقى عندك فرع في كل حته في العالم، مش في مصر بس. يا رب. انا مبسوطه قوي، بس عارف مبسوطه اكتر ليه؟ ان احنا خلصنا من مريم خالص، الحمد لله. ولا انت ناوي تخليها تعمل لك كامبين بتاعت المطعم الجديد؟ ناوي يا فريد؟ على فكره هي شاطره قوي، بس مش هعمل. لا ما تعمل. لا مش هعمل كده. شكرا. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تسيب الطب؟ نعم. لا مش عشان تتفرجي للبيت ولا حاجه، بالعكس انا بحب المراه العامله. عايزك تدرسي السوشيال ميديا، تمسكي انت الموضوع ده. تحب اغير اسمي وخليه مريم؟ لا بالعكس.